يا علي البس والله مرة تعبان يا ولد. يا اخوي وش تبين اسوي فلبس؟ نبي نوديه الطبيب يا اخوي ولا نسوي له اي شيء عشان يتعافى. يا اخوي تعرف احد يعالجه؟ اي في دكتورة بيطرية يا ولد خلنا ندق عليها. يا اخوي بكيفك والله ما ادري عنك سوي اللي تسوي. يلا يلا خلنا ندق عليها خلنا ندق عليها. اسمها البيطرية ليلى. ايش البيطرية ليلى دي؟ اسكت يا اخوي اسكت اسمعني بدي تنحاش. الو السلام عليكم. انت البيطرية ليلى؟ ايوه عندنا قطاوة مرة تعبانين نحتاجك والله نحتاجك بسرعة يا البيطرية ليلى تكفين. كل مرة تعبان وصغير. ومرة تعبان وصغير. شبحت خلاص خلاص تيجي. وخلاص يلا تعالي الحين الحين موجودين. اوه اوكي. الحوش قريت الحوش يا اخوي. خلاص قفلت. الحين بروح اشوف القف الصغير. ايش اللي تبكي؟ اسكت اسكت يا اخوي تراك يا ولد قطو زلت نحتاجها والله والله نحتاجها. ايش عندي احمد ربك بس الحين تجيك البيت. يا ولد دق عليها شيء وتطولت. اسكت يا اخوي انت شغلتنا اسكت اسكت انت خوفتني الحين. ايش خلوني بهذه الطاوله؟ السلام عليكم. جت البيطريه جت. هلا هلا يا دكتوره. ايش في قطكم هذا؟ شوفت عينك يا دكتوره مريض على قولة عماد. شوف 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 هذا لازم يحتاج لعمليه. ها؟ عملية خفيفة يا ولد. والله شكله تعبان. لا لا يا حبيبتي وش العملية؟ بعد بكرة. لا يا حبيبتي تحطيني قالت عملية وما سوى. ممكن اسكت يا اخوي هذا القطو حقي يا اخوي تعطينا مهديات هي بس تسوي له. يا ولد بعد بكرة لين تجي المدرسة. لا يا دكتورة عملية وين؟ هو صادق اخوي. لا يا دكتورة شوف أبكشف عليه اللي بيحتاج عملية يعطي أسوي العملية بسرعة بدقيقة واحدة. طيب والما ما يحتاج عملية خلاص أخليه وأعطي علاج. إيه كذا يا نبي يا دكتور. طيب حطوه بلاط عشان أفحص. يلا حطيه هنا. يلا انتبه ترى تعبان. انتبه بروح لأمة لازم نروح نوديه لأمة. شوف أمة يا دكتورة هناك. إيه أنا مش دخلني بأمة الحين. لا بس خايفة عليه يا دكتورة ليلى. بشوف الحين. يلا هذا هو بتعطينا هبر على طول. بسم الله. لا تشغل. لا تشغل الدكتورة يا اخي. لا تشغلها. خليني اشوف ثاني. يلا شوف. وش صار يا دكتورة؟ ما في الا العافية بس اعطوني فلوس وخذوا كريم وخذوا علاجة. كم الفلوس يا دكتورة؟ 300. وش يا دكتورة؟ 300 ريال بعطيكم علاج الحين. يا ولد هذه غالية ولا نصابة؟ يا رجال قال نصابة. علاجات هذول علاجات. وش العلاجات؟ تعطينا مهدي لزقات بس. اقول روحي بس ما اعطيك 300 ريال. يا اخوي وخر بس انا على تقطعي بنفسي وخر. يلا بل كثير بعد كثير علاج 200 يا اخوي. رجع العلاج انا اسوي العلاج. خلاص شلها. سنلعب يا صديقتنا بهذا السكوتر. شوي يا صديقتي حلوة ولا لا؟ ها ولد متأكد أنت فيك طلع هناك؟ إي والله إني متأكد تقريبا 5 ولا 4 تقريبا بسالفة. يا سلام كل واحد يبيع 200. وش ال 200 يا أخوي 300؟ على كيفك 300. الحمد ربك الحمد ربك. يا أخوي عشان أنت أخذت 300 وأنا 300. خلاص احنا بناخذ 500 يعني. هذه شرطية ولا وش؟ والله تلقاها سكرتيرية يا شيخ. خلنا نمشي. هاي سكرتيرية. اصبر ارجع اصبر خلنا نروح هناك. اسمع نركض. واحد اثنين ثلاثة. الحمد لله اني تعبت. ما يتطول الحمد لله يعني البيت ما حد فيه. طيب يعني يتطول يا اخوي. هنا يا اخوي متوم تحت الدرج ادري. نوك تعال. من حد فيه تحت الدرج؟ ما ادري والله شو هذا. اسمع انت فاهم عن الطاوله انت فاهم عن الراسي. استقبل انت كلهم الطاوله. خلنا ناخذ الطاوله نمشي يا اخوي. لا تاوي شينا خلنا ناخذ الطاوله. يا اخوي ايش هذا الاغراض؟ بجيب 50 ريال تعال ناخذ الطاوله. تعال بسم الله ما شاء الله يرفعون. اصبر خلهم يشبعون بعدين ناخذهم. يا حبيبي لا اشبع انت تجينا الشرطه بعدين تخلينا كيف نشبع. شيل اخلص. تعال باخذ البني بسم الله. ايش تقصد يا ولد؟ خذ الابيض انت. لا خلنا ناخذ البني تحت. خذ الابيض طيب. خذ امسك. لا تشجع شوي يعني. خلاص يا حبيبي.
خلاص اسكت. يلا خذنا خذنا مشينا. تحشي ثاني. لا مشينا. الحين حراسة الطاولة وجاي قوم نحرسهم. خلاص آخر مرة آخر مرة. حنا آسفين حنا آسفين. خلاص بنروح. حطه يا أخوي حطه. لا يا أخوي نبي نلعب معه ونبيع. أخوي حطه أنت ما تبغى. أخوي خربت الخطة. أمم ما جيت هم جت. حطه يوم ما جت. خذي خذي تعالي تعالي. خلاص برمشي الشرطية برمشي. يلا نلعب نلعب معه. يلا. بعد خلاص شوي 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 على قط شوي شوي. الحين أبحرص أغراض جيجي المفضلات. عصير وعصير ثاني فشار فشار ثاني. هذا يمكن لي تعطيني اياه. الله كاو هذه مرة حلوة. ايس كريم. لا تفكرين الايس كريم يا أميرة. زبلت. خلاص خلاص اسفة. خذي راحتك. خذي سوف أذهب إلى الأميرة وأسرق الحلويات. إنني جائع وأخذ الحصيرات وأبيع كل شيء. لازم أنتبه لأغراض الأميرة عشان ما يسرقونها الحرامية كلهم. إيه نسيت. لازم أخذ أخوي الحرامي الأكبر مني. يا أخي نريد نسرق الأغراض اللي عند الأميرة. ما هي الأغراض أيها الغبي؟ يا أخي الأكبر عصير وفشار. يلا خل نسرق. تسرق ولا تأخذ؟ عفوا يا أخي. أخذ ما همك إلا بطنك أنت. إيه يا أخي الأكبر أنا جوعان. يلا خل نذهب. حسنا أريد أنام قليلا من الأميرة هذه الصغيرة. ساعدتني مرة. خلاص احنا اسفين. لا جايين تسرقون الاغراض حقت الاميرة الصغيرة. خلاص اسفين احنا كنا جوعانين. جوعانين بس اعطيكم فشار نونو. شكرا لك. يلا خذ هذا فشار نروح لهلكم. شكرا. يلا مع السلامة. يا ليلى ما تذاكر وش تسوي ليلى؟ ايه عندنا سكوتر اللي ما راح العب فيه. يا قول انزل مذاكرة عام في شيء. وقفي يا بنت. خلاص والله لعنك علي يا ليلى. وقفي يا حال. خلاص ها طيب وقفت. شو اسوي؟ يلا روحي ذاكري. يلا انت وش تبي تسوي؟
اكيد حلو بالذاكره. يلا مشينا نذاكر كلنا. يا عاد ابغى احفظ جواني. يلا يلا روح ذاكري. يلا انا مذاكره ما مخلصه كل شيء. لا لا تعيدين تعيدين عشان ما تنسين. يلا جوالي وينه؟ يا ليه شكله مات ما اخذه. يلا يلا امشي ذاكري. يلا انا مذاكره مخلصه. تعيدين يا بنت مره مرتين عشان تفهمين. يلا جيب كتاب. بعلمك بعلمك انا كتبت كل شيء وحتى المك وحتى النصر صح. تعيدين تعيدين يا ليلى. يلا روحي. انا شكلي بروح علي خليه يتفاهم معاك. يلا بس ما في مذاكره ولا شيء. يلا روحي ذاكري. انت وش فيك؟ ابو شعي سكر الجوال واقول لك كل شيء تسوي ما تفيني. ها سكرت الجوال وسكري ابا. شوف يا علوي بقول لك حاجه. شوف راح تضرب عماد. شفت عماد؟ اول شيء انا مذاكره لغتي والحصه كامله ما خليت ولا شيء وتعبت بعد. شفت عماد وانا اقول خلصت الحمد لله قرات قران. وبعده عماد جاء توقف علي وانا ما سويت له ولا شيء. العب سكوتر وما صرخت بعد كذا سكت العبي. انت كل كلامك هذا ما فهمته. وش المطلوب مني طيب؟ المفروض تخليني العب سكوتر وانا مذاكره مخلصه قران والحصه كامله. يلا يا ليلى خلينا نروح لعماد نشوف وش المشكله. ايه الحين تشغلني في علي. ايه وش اقول وش اقول؟ عماد وش مسوي في ليلى؟ والله يا علي ليلى بس تلعب ولا تذاكر ماخذ الدعوه كلها فله. صدقي ليلى؟ لا والله. الله يا اخوي انت ذاكر لها يا علي. يلا يلا يا ليلى جيب كتابك بذاكرك. ايه زين اني قلتها. يا علي ذاكرها زين. ايه ايه ان شاء الله يا عماد. هذه شغلتي كلها. لا والله بالوناسه. اوه ما شاء الله يا ليلى اجاباتك كلها صح. ما تلعب بسكوتر؟ اي والله ضربنا عمي. انا الحين اخليكي تلعبين. امشي امشي امشي. والله العب امشي بسكوتر البطل. انا شاري سكوتر الليله تجي تاخذها انت. وقف بجلدي. لا 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 وش 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 لا لا خلاص خلاص قف يا اخوي. راح 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 خلاص راح بعدين. راح احسن الحين انا العب.